نسوي مع بعض بسبوسة التفاح مرة سهلة. طبعا نحتاج تقريبا تفاحتين، عندي هنا سميد وعندي سكر، وسكر للتفاح وقرفة للتفاح، والزبدة بستخدمها للتفاح وللبسبوسة، بيكنج باودر وفانيلا، بيضة، قشطة، وحليب بودرة. بكتب لكم المقادير بعد شوي. هنا يا بنات حطيت الزبدة عشان نستعجل اليوم، وبضيف السكر. حطيت نوعين سكر، هو تقدرين تكتفين بالأبيض، بس أنا كان ودي يعني طعم السكر البني حلو بعد في هالوصفة. خليه يذوب ونرجع له. بس مجرد تذوب الزبدة، أنا ما أبيه يتكرمل، لا، فبضيف التفاح، تقريبا هذا مقدار تفاحتين، وبضيف القرفة، ونخلي عاد التفاح هو بيطلع السوائل حقته وبيختلط مع السكر. نخليه كذا لين يصير شكله وطعمه، يعني لين يذبل التفاح مرة مضبوط. نوى بنات هاي السوائل شوي تخف ويبقى التفاح. الريحة طبعا ريحة السينامون اللي يعشقها، لذاذة طبعا. والتفاح نخلص هذا ونكمل مع بعض. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، كل السوائل هذه راح تخف مع التحريك المستمر. يبقى لنا بس بعدين التفاح والنكهة الحلوة. هنا ينزلون يقولون ايش تسوين، سينامون. كذا تقريبا ما شاء الله تبارك الله خلاص صار جاهز. بطفي عنه، خلاص صار جاهز، هذا مرة مناسب. يلا الحين نرجع بسبوستنا. الآن هنا راح نحط البيضة، الفانيلا، القشطة، السكر، الزبدة، زبدة أو سمنة اللي ودكم، القطعة، وحليب البودرة، ونخلط. هنا عندي السميد والبيكنج باودر، وعندي الخليط اللي أنا سويته، باقي بنزله من وراء الكواليس، وعندي خليط التفاح أيضا اللي أنا سويته، راح نضيفه ونخلط هذه المكونات كلها مع بعض. خلوني أخلط وأرجع. نخلط المكونات مرة مضبوط إلى أن تتجانس، ونحطها بعدين بالصينية ونكون فاتحين الفرن. أنا صراحة توني فاتحة الفرن فبنتظر شوي، نسيت أفتحها. المهم إني بخلطها مرة مضبوط. أقول لكم أحب البسبوسة دايما تفاجئنا. طبعا اللي حابة تضيف لها مكسرات بيكن أو عين جمل تضيف، أنا بستخدمها للتزيين، إن شاء الله ألقى عندي. الآن راح نحطها في الصينية وندخلها طبعا الفرن. هنا ما شاء الله طبعا بسبوستنا خلصت لها فترة، وصارت باردة. سويت لها جليز، ما حطيت شيرة، ما ابي احط شيرة، فحطيت لك جليز. حطيه بالطريقة اللي انتي تبين. طبعا انا بستناه ينشف شوي، بحط عليه البيكن. عادي تحطونه حبة حبة، يا تكسرونه وتحطونه فوقه بشكل عشوائي، كله براحتكم. حبة حبة اللي هو قصدي زي كذا، فعشان كذا كنت حاطة هذه، بشوف بقرر ايش اسوي.